السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اوكي دي دبلومي دي دبلومي. نحن ني يحصل حد يحصل واحد من الأصدقاء لا ايوه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واخيرا تخرجنا من سنتين كانوا مؤجلين حفل التخرج لين حالا، الحمد لله بعد مشاركه معاكم الفرحه بالدبلوم الحمد لله. عقبال ان شاء الله جميع الطالبات وجميع الطلاب ان شاء الله الشهادات الأمور الدنيا وشهادات مولي في القرآن. عقبال إن شاء الله طالبات مركز إقراء وارتقي من هذا المنبر مسلمة عليكم كاملات ومتمنية لكم جميعا التوفيق إن شاء الله، سياني صف دراستكم سياني مولي في مشواركم القرآني. والحمد لله وما عندي أغلى منكم مشارك معاه هذه الفرحة. منين تحدثنا اليوم عن مسيرتك الدراسية ومسيرتك التدريسية؟ درستي في بوليتكنيك، درستي في جامعة مونريال أقسام اقل من مثلا من مستواك الدراسي اللي سابق التخرج، و تكلمي لنا شوي عن الدراسه في مونريال بصفه عامه في كندا. طيب وتخصصك مولي في تخصص المعلومات. اوكي خارج نقطه دائما هي دي اغلبيه الطلاب اللي متخرجين من موريتانيا تشتكل عليهم، هي معلومة مغلوطة عنهم، دائما يقولوا لك نحن سمعنا عن كندا والله عن موريال عنها ما تعترف بشهادة موريتان، وذاك كذب ما هو حقيقي. موريال نتكلم عن لينيفرسيتي دي موريال، جامعة موريال اللي أنا قريت فيها تعترف حتى بشهادات موريتان كاملة. أنا شهادتي من لي اس كا انستيتي سوبيريور دو كونتابيليتي دادمينستراسيون دونتربريز، عندي منها شهادة ليسانس ديفلوبمون انفورماتيك، ولين جيت مباشرة سجلت في ماستر اللي يقولوا لهم هون ماتريز اون انفورماتيك اوبسيون جيني لوجيسيال. ويقال كل جامعه عندها شروط هي اللي تقبل عليهم على اساسهم، فاي حد اي واحد حد من الطلاب مهتم بعنه يسجل في جامعه من جامعات يلا يدخل على موقع الجامعه على الانترنت ويعرف شنو هما شروط القبول، دور يشوفهم مديورين واحده واحده ومعاهم اللي من شخص مسؤول عن البرنامج اللي انت دور تسجلي فيه يعطيك تفاصيل كامله. فشروط اليونيفرسيتي دي موريال كانت عنك تعود دبلومك ما هي قديمة، تعودي متخرجة بموين جنرال 15 من 20 وفما فوق إن شاء الله. بعدين إن شاء الله نعدهم بث مباشر من 90 نعطيكم تفاصيل كاملة في طريقة التسجيل. الحمد لله عندي هون قدر من الناس اللي طالع حالا يوم ساعدتهم وحدين، وحدة جات ما شاء الله عاد سجلت في الجامعة وجات بدات مشوارها في القراية. فعقبالكم كاملين إن شاء الله ومبارك عليكم إن شاء الله نجتمع ان شاء الله في ياسر من الافراح القادمه باذن الله. امين. نضيف انا نقطه هون مهمه. نضيف نقطه مهمه نختار نشرحها تعود ما شرحتها لكم شيخه منى. هي قضيه على عن زمن دراستها بهذا الثلج والمناخ صعيب، كانت في ظروف صعبه شوي. انا كنت مسافر غالبا وكانت اذا عندها اطفال وذاك شوي ما هو بسيط، لذلك الامهات اللي عندهم ظروف خاصه وطفل لا تجي ابدا تقولي لنفسك مثلا عنك ما تقدري تقراي ولا تقدري تحققي شهادتك العليا، والله على عن الاسره على عن تكرد عن ذاك، ذاك خاطئ. يعني ما شاء الله تبارك الله منى الحمد لله ذاك ما كردها ما شاء الله عن تحقق هدفها، ما الله قال ما شاء الله اللي قبلوها ياسر من المختبرات هون عالمية يبان مثلا قط بيبليوها ولها دراسة وعدل سوانت شيئا مشروع كبير جدا قال له بلان تي امال وبيبليات هون شمل الزارتيكل اللي معتمدين في جامعات عالمية وهذا الموريتاني
فهم شنو الصحابة فهم ما يقولوا نتعود الشغلة حق حق هذا هاي شغلة هون حق حق هاي المرأة تخرجت هون مهندسة معلوماتية من أكبر كبريات الجامعات ودرست فيهم شي من تخصصات صعيبة اللي الطلب ياسم من الألغوريثميك وياسم من الرياضيات والبرمجة وده مهم جدا وما شاء الله سونغراد إتي فريما الحمد لله رواية مهمة جدا وضروري عن صحافة موريتاني مثلا هاي يعني نقطة ما كانت تختلف نتكلم عنها صحافة موريتاني يتم يعرفوا يتكلموا عنه شو هو ولين عادوا يتكلموا عن الرواية يقبلوها بالبنسات يأخذوها يعرفوا ده قاعد شنو هو لأن لا اللي قبض تاقب قال لك هذا عالم زمانه وهذا علما وجلسة باكبا هاي المرأة ذا عدلت مهم في الانفرماتيك هون في موريال اليوم هذا النهار قليل من حد قد يعدلوا يقولها لكم أنا وذا عدلت من الدراسات واللوجيسيال اللي صنعت اللي يقبض الصور يحددهم شوش من الزوبجي وعدل ديجاغرام اي ام ال وديفلوبات دي بلوجين فور اكليبس يعدلوا الرواية لا رشاش ما توصلت لها اللي هو المشي من شي من الموديل لميتا موديل وذهب بهم شور 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 دي ميتا موديل اخرين دي ريبريزنتاتيفيتي اكس ام اي شي من الروايات اللي معقدة جدا ولا يعرفوها مو هو اللي لابراتوار صحابة بنافا اللي فهم ما يتفهموا هذه النقطة اختار كنت نعلق عليها وطبعا الشيخ هذا ما تبقي قال لا مشكلتنا مشكلتنا حساب مهكر مشكلتنا لعنا لعن دائما ياسر من الأخبار اللي تورد بهم في موريتانيا يعود ما عندها أي مرجع يجي الصحفي توف ما قطع اسمع شيء عن التخصصات العالمية والله عن أي علم العلوم وتكتب مقاله ما فهم أي دعم من أي جهة أي جهة مثلا متخصصة كانت تقول عن كان مقاله كانوا عنده أسس علمية وكان يستجيب لأدنى التحقق المهني وذا يواجع يخليك عنده لا نحن في موريتانيا ومبروك الله يبارك مبروك جبت لهم راعي الله يبارك لك ايوه يذكرك هذه مره اخرى هاديت للامهات كاملين وهاديت لوالدي وهاديت لاحبائي والناس كامله اللي نبقي والحمد لله الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله فيسبوك يبان ما وطارصنا